أحسن الله إليكم. ويسأل في سؤاله الثاني فيقول: وهل يجوز تدريس بناتنا إلى بلوغهن؟ فإذا بلغن وأصبحن في سن التكليف فصلناهن وأخرجناهن من هذه المدارس علما بأننا في بلاد إسلامية. الفتاة يجوز تعليمها قبل البلوغ وبعد البلوغ، ما دام تعليم نسوي خالص وليس فيه رجال فلا مانع من تعليمها ولو بلغت، ما دامت مع النساء، الزميلات نساء والمدرسات نساء، فلا مانع أنها تطلب وتدرس إلى أن تتزوج أو تتخرج. إنما الكلام على التعليم المختلط هو الذي لا يجوز. نعم.